هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر العنصر النسوي أخواتكم أبينا إلا أن يشاطرنا فضيلة الشيخ سفيان يعني مصابه وحزنه، فلذلك ستكون لهم كذلك أو لهن كلمة تلقيها الأستاذ الفاضلة أم أيمن وهي من الداعيات لله سبحانه وتعالى في أوروبا، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اجتماعنا في هذه اللحظات المباركات لمواسة أخينا الفاضل الشيخ سفيان وأهله وذويه في هذا المصاب الجلل، وأزف لهم جميعا هذه البشرى التي قالها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شهد الله عز وجل أن هؤلاء الناس هم مهتدون. الله سبحانه وتعالى a annoncé la bonne nouvelle aux patients quand ils sont touchés par une catastrophe. الله سبحانه وتعالى prie sur ces gens-là et Allah سبحانه وتعالى leur accorde la patience immense. إذن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وابننا صهيب أحب الله جواره فنقله إلى جواره، فهذه من البشريات، وأنه في الأيام المباركات وأنها في الأيام الفاضلة وفيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم الذي هو منهج حياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لفقيدنا أن يجعله الله في الفردوس الأعلى رفقة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يرزق ذويه وأهله الصبر الجميل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أنه مع الصابرين، والمؤمن إذا كان في معية الله ومع الله عز وجل فهو في خير كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الحياة الدنيا عمرها قصير وننتقل إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يلهمنا جميعا العمل الصالح، ونتوسل إليه أن يرزق أخانا سفيان وأهله الصبر الجميل. اللهم ارزقهم الصبر الجميل في هذا المصاب الجلل، فابننا صهيب شهد له الجميع بالتقوى والصلاح، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه أن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله، ونحسب ابننا صهيب منهم. فاللهم تغمده برحمتك وانقله من القبور إلى القصور، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.